تمام مشي الحال. عفوا يا ترى بلاقي عندكم شي اشاربات هون يا انسه؟ ما منبيع هون، بس اذا بدك عنا شالات او طواقي بتغطي الراس. لا لا بلاها، اساسا ما رح تحتاجه. ليش؟ تعالي. بتعرفي للشخص اللي بتعرفه امك؟ لا. هذا الماريشال قدرة كراي، وفي عنده حرس كتير بالفيلا تبعه. ايه ما فيكي تفوتي لعنده وراسك مغطى هيك. اساسا هي مدينة كبيرة ما لها ضيعة، يعني ما حدا رح يحاسبك اذا ما حطيتي حجاب. ايه بس انا مو حاطة حجاب خوفا من العالم، حاطة الحجاب لانه انا بدي ما حدا غصبني. بالمختصر ما فيك تشوفي قدرة بيك هيك. يعني اذا شلحته بيرضى يستقبلني؟ ايه نعم. طيب انت كمان عسكري ليش ما تضايقت من الحجاب؟ يا إليف هي مسائل سياسية وانا ما عندي وقت اشرح لك اياها هلا. انت مو اجيتي لهون حتى تدرسي؟ ايه اجيت كمل دراستي، شو دخل العلم بالحجاب؟ ما حدا دخله اذا تحجبت ولا لا. عزيز يلا يلا رح نتأخر عليهم. جاي. تعالي تعالي يلا. عفوا في عندكم شيشال يكون على الموضة؟ ما في خواص، رح تضلي معندي بس ذنبك على جنبك. طلع. نعم. شوف هالمتخلفة، بما انه جوا عم يحكوا عن هالشغلات تعال نعمل معها لقاء بلكي مستفيد منها. يلا يلا. مرحبا، عم تدرسي هون يا أنسة؟ ايه نعم، يعني رح أدرس هون. أنا جيت من محافظة آيدن، من ضاعت أصلاً، قدمت ثانوية هنيك، نجحت وجبت طب ورح أصير دكتورة. قبل شوي مدير الكلية ومعاونته عملوا لقاء صحفي وقالوا إنه رح يمنعوا تسجيل محجبات بالجامعة. شو رح تعملي بعد ما سمعتي هالقرار؟ يعني رح تشلحي الحجاب؟ شو عم يصير هنيك؟ هدول من التلفزيون. لا تنزل، خليك انت، خليك استنى هون، انت لا تتدخل، خليك قاعد. نزل هالكاميرا لشوف، وقف تصوير. بس نحن عم نعمل ريبورتاج. عمل لك نزلها، وقف تصوير، وقف. مين انت؟ شو دخلك؟ مين سمح لكم تصوروا؟ هات شريط لشوف، وانت طلعي على السيارة بسرعة. روحي روحي يلا، عم اقول لك لا تصور لا تصور، ما عم تفهم؟ خلص فهمنا. ليش هيك عصب علي؟ انا شو سويت؟ إليف انا مو قبل شوي كنت عم نبهك عن هي الشغلات، لو كنتي شالحة الحجاب يلي براسك ما كان حدا قرب عليكي. طيب هدول شو دخلهم بالحجاب تبعي؟ شو دخلهم؟ اعطيني الشريط لو سمحت. مين حضرتك يا استاذ؟ تعال. مين هاد وشو بده منه؟ شو دخله فيه؟ عم يصور. انا ضابط بالجيش وبكون عقيد بالاركان، نزار ايدن. وهلا اعطيني الشريط اللي بالكاميرا بسرعه، عم تفهم؟ ايه بس نحن عم نشتغل شغلنا. ما بدي اي اعتراض، يلا اعطيني الشريط بسرعه. خلص اعطيني الشريط، اعطيها. اشلحي الحجاب. شو ما عم تسمعي؟ اشلحي اللي على راسك، ممنوع تفوتي لجوا بهالمنظر. معناتها رح استنى برا على الباب، وانت خبر قدرة بيك انه يشوفني برا، في مجال؟ يا بنتي انت عارفاني شو اللي عم تقولي هلا؟ بدك مارشال بالجيش يجي لعندك؟ ايه بس انت قلت انه ممنوع فوت لجوا. يعني اذا شلحتي الحجاب رح تخرب الدنيا؟ رجعي حطيه وقت تطلعي. ما بصير. لك انزلي من السيارة. بابا خليها تنزل وخلي قدرة بيك يتصرف معها مثل ما بده. زلي لتحت بسرعة. نعم بدنا نحكي شوي بالأول. ايه طبعا نحكي على السفرة، تفضل. ما بيمشي الحال. على انفراد. ايه طيب ماشي، خلينا نطلع على مكتبي بيكون أحسن. عزيز طع معنا. شو في؟ أكيد في عندهم موضوع مهم، تفضلوا أنتوا.
شو القصة؟ بالحقيقة المسألة تافهة، بس ما حبيت أحكي قدامه بالموضوع وإزعجك. عزيز ما رجع من مكان خدمته لحاله، هو رجع من هنيك وجايب معه بنت. وهالبنت اجت معه من الضيعة يلي كان عم يخدم فيها حضرته. قال كانت واقعة بمشكلة، فطلبت من عزيز انه يساعدها، وقالت له انه ياخدها معه على اسطنبول وهو راجع. بس للأسف لما كان على الطريق تغير الوضع فجأة، وعرف انه البنت بالأساس جاي لعندكم. الحقيقة البنت ما بتعرفك، اما يلي بعتتها لعندك مع ورقة مكتوب عليها العنوان، وهو بيكون عنوان حضرتك. طيب هالبنت شو قالت لك بالضبط؟ شو يلي حكيتوه مع بعضكم؟ ولا شي، وهي كمان ما بتعرف. اما قالت لها انه انت رح تساعدها هون، بس هيك. طيب وينها هلا؟ هي برا واقفة عند الباب، ما قدرنا نفوتها معنا. ليش؟ قدرت بيك. البنت محجبة. محجبة كمان؟ شو هالوقاحة؟ حاولنا نقنعها انه تشيله، بس هي ظلت مصرة. ولحتى الحرس يلي برا ما يفهموا القصة غلط، قلت لهم جاي تشتغل خدامي عندكم. منيح يلي عملت هيك، هالبنت لازم تنقلع فورا. ليش انت ما بتعرفها لإلهام خانو؟ يعني ما رح تساعدها للبنت؟ أنا ما بعرف هالجماعة أبداً، هدول معارف إنجي خانو ومن بعيد. قبل فترة من هلأ طلبوا منا أنه نساعدهم، بس نحنا بهيك حالة تعرف ما رح نقدر نساعدهم. تعال عندي. أنا مالي حابب إني شوفها، أعطيها هالمبلغ. أمرك قدرت بيك تكرم. شلون يعني؟ رح تعطيها مصاري للبنت وتقلعها؟ إيه ليش؟ عندك فكرة تانية سيادة الملازم؟ شو بدي ساوي لها؟ بدك يعني فوتها على بيتي وهي بهالمنظر؟ أعطيها هالظرف. أمرك سيدي. اسمع ابني عزيز، يا ريت ما تخبر حدا عن هالبنت ابدا، وبفضل انك ما تشوفها مره ثانيه ولو طلبت مساعده منك. اكيد فهمت علي ما هيك؟ شو الظاهر ما سمعتني؟ تحت امرك قدرت بيك. برافو. أعطيها هالظرف للبنت يلي برا وصرفها، بلا ما تستنى أكثر من هيك هون، وإذا أصرت تضل تصرف. تحت أمرك سيادة العقيد. بسرعة. نزار بيك شو عم يصير هون؟ كان صاير مشكلة صغيرة وحليناها. تفضلي تفضلي. شو اللي عم يصير؟ شو عم تساوي هالبنت؟ قال إنها جاية تشتغل خدامة،
لا مو خدامة، أنا أجيت لحتى أشوف قدرة بيك. مين قلتي؟ الضابط قدرت. رنا خانم، من بعد إذنك سيادة الضابط بعت لك معي هذا الظرف. هو بعت لي هدول المصاري؟ بس أنا ما بدي منه مصاري، أمي قالت لي رح يساعدني لحتى أكمل تعليمي. بترجاك اسمح لي إني أشوفه مشان أحكي معه. مو كل واحد بيجي لهون بيقدر يفوت لجوا، وخاصة إذا بهالمنظر. ممنوع. طيب ناديلي للضابط عزيز، لأنه هو بيعرفني أنا أجيت معه لهون. طلبوا منا نعطيكي المصاري وبعدين نصرفك منها. شو قصدك؟ يعني عم يقلعوني؟ هذا اللي طلع معهم هلا؟ شو شايفيني شحادة؟ خد رجع لسيادته هالمصاري، قل له أنا مو بحاجة إلهم بنوب. بس الأوامر إنك تاخديهم. وأنا عم بأمرك ترجع له إياهم. طلعي فيني لأشوف. أنتِ منين بتعرفي لقدرة بيك؟ أصلاً هيك زلمة ما بتشرف إني أكون بعرفه.